أحيي تقدير خاصة للمرأة المصرية العظيمة، بناتي وسيدات النيل وصانعات السعادة والنماء، عظيمات مصر. إن تطور ورقي أي مجتمع إنما يقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بتطور ثقافة ووعي المرأة ومساهماتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته. تستمر مسيرة كفاح المرأة لتحصل على حق الانتخاب وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبل ذلك الحق في التعليم وشغل أي من المناصب والوظائف العامة، وصولا لهذا اليوم الذي نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطني. إن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل أنها طرف أساسي في معادلة الوطن. اليوم الدولي للمرأة 8 مارس.